لظروف الوزير كان في الخارج ما عياش شكون اللي يحضر. لا وجيه قدوة. جاي قدوة يعني يحضر للتمثال وكل شيء. هي دائما في العملية هذه راهي يمشي مع مستشار الوزير. ولكن شوف حنا اخوتي باش نكونوا يعني راكم متعاملين سياحيين ورانا انا مع جيت جديد كما نقولوا راني في الحقيقة الحاجة ضريف. انا جيت جديد والله كامل عندي معكم علاقة مليحة الحمد لله. هذا كما يقولوا حاجة زيادة الولاية. شوف يعني ماذا بينا حنا وحدين يترشحوا. اخويا قال بالسعود مش مليح نقلعوا له قال حاج ابراهيم مش مليح نقلعوا هو مشوف الخطه يسهل المهمه ولكن للاسف معليش مش مشكل يا اخويا ترشح عبد القادر اخويا ترشح جمال ترشح مختار ترشح اللي باغي ترشح يترشح راك فاهمني وحنايا وانتوما انتخبوا قال الراجل المناسب في المكان المناسب يعني الحمد لله.